كان لابد من مشاركة المعتصمين في المطالبة بحقوقهم رغم صعوبة الأمر والبقاء خارج المنزل لأوقات طويلة، لكن الأهم هو تأدية دور تجده الفتيات هنا بأنه مسؤولية على عاتقهن تجاه من يبقى واقفا مطالبا بوطن يفتقده منذ سنوات طويلة. أنا هنا جيت مساندة لأخواتي الشباب لأن طلعوا هم اعتصام، لأن هواي لازم نغير بالعراق. العراق تعبان، كانت سمعتنا كل الزينة بين الدول، فجأة تخربت سمعتنا بسبب القوانين، بسبب النظام السيء اللي صار. لأن إحنا مثلنا إحنا كان العراق من يطلع إلى هيبة، نطلع نساعد الشباب. إحنا بعدنا طالبات طبعاً وما عندنا شيء، يعني أبونا هو اللي يجيب لنا الغراض نحتاجها، بس شبابنا يحتاجون مساعدة، وإذا ما نطلع كل إحنا اليد التعاونت ما ذلت. كما أن المشاركة تعددت لتقوم هذه السيدة بعرض ما تم صنعه من قبل سيدات تدربن على الاستفادة من مخلفات يتم تدويرها وصنع مواد جميلة منها ومبالغها تكون دعما للمعتصمين. بما أنه إحنا متظاهرين لازم ننتج فتشي حلو، زين ننزل فتشي حلو للشباب المتظاهر. تعال يا شاب، أنت اليوم تريد تبني، اليوم تريد تسوي مثل ما يقولون تخلق بلد جديد، تعال ابني، خلينا نبني اليوم هذا قدامك. وأقم البارحة شباب كل شهواية أقبلوا على المشروع، قالوا ست زين الأسعار مدعومة لأنه على مود مثل ما يقولون الدعم مالتها الأبطال الثورة. القراءة والمطالعة والمجيء بعناوين مهمة لجذب المعتصمين يراه أكاديميون محاولة جيدة للتأكيد على أن يتحلى الشباب بسلاح المعرفة والثقافة، وهو يطالب بحقه في ظل توفر كل وسائل التطور. بحسب حديث أستاذة في اللغة العربية وجدناها تنتقي كتبا من معرض صغير وسط ساحة الاعتصام. أغلب شبابنا مثقف ومتنور، يعني يعرف قضية اللي يظهر عليها، ما يعني ما ظهر بفوضوية أو مطلب شخصي أو مطلب يعني لفئة قليلة. اليوم هو أولا نئب نفسه عن قضية الطائفية، هذه أول قضية وهي مهمة، بالعادة ما كانت السيدنا الطائفية. القضية الثانية هو متنور يحتاج أن ندعمه، مثلا القضايا القانونية. النهاية كانت مع حملات التنظيف المستمرة والتي تشارك بها نسوة بأعمار مختلفة، غايتها أن تظهر ساحة الاعتصام دوما بأفهى صورة. وتستمر لوحات التعبير عن الحقوق والمطالب في معاني متعددة، والجميع يشيد بتكاتف العراقيين في هذه المرحلة المهمة والحاسمة لبداية جديدة. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.